الأبراج المحظوظة ليوم الأحد بالنيروب: الميزان، الجدي، الأسد والحوت. أيتها الأبراج الجوزاء، الدلو والميزان المتمثلين في برج الميزان بالنيرود الأصفر رقم 3 بطاقته الفردية، هذا هو يومكم. استغلوا طاقتكم الفردية المتميزة في التواصل والتنسيق مع الآخرين. افتحوا قلوبكم للحب وللعلاقات الجديدة. أما أبراج العذراء والثور والجدي الممثلين في برج الجدي، فاستفيدوا من طاقتكم الزوجية القوية لبناء أساسات متينة لمشاريعكم وعلاقاتكم. كونوا مصدر استقرار وأمان لمن حولكم. أما أنتم يا أصحاب البرج الناري، القوس والحمل والأسد متمثلين في برج الأسد، فانتهزوا طاقتكم الزوجية المتوازنة لقيادة الآخرين بثقة وحكمة. كونوا نماذج للشجاعة والإبداع. وأخيرا يا أصحاب البرج المائي، العقرب والسرطان المتمثلين في الحوت، استفيدوا من طاقتكم الزوجية العاطفية لتجديد علاقاتكم وإطفاء السكينة على حياتكم. اعتنوا بذواتكم وابتكروا حلولا إبداعية. هذا اليوم مبارك عليكم جميعا، استمتعوا به واستفيدوا من طاقاته النافعة، والله الموفق. اكتب أرقام البرج الممثل لك في التعليقات بإذن الله العلي العظيم علام الغيوب، تتحقق الكارما التي في هذه الطاقة لك في هذا اليوم، يوم الأحد 8/9/2024. مع تحيات السيد الخيميائي.